قام مجلس القبائل والعائلات المصرية بتنظيم فعالية بالتعاون مع محافظة الشرقية باصطفاف 12 سيارة محملة بالمواد الغذائية واللحوم للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظة، كما قام بتوزيع ملابس العيد على الأطفال الأيتام بالمحافظة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، هذا فضلا عن الإعلان عن عدد من القوافل الطبية التي ستجوب القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.